السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا مستغرب بصراحة من اللي حصل. العمود اتسرق، معرفش ايه، يعني أنا معرفش اللي أخده استفاد ايه. ضيع عليه ثواب كبير وضيع علينا ثواب كتير، يعني وخلى القطط اللي زي دي، طبعا أنا معرفش والله. يعني أنا مش عارف أقول ايه بصراحة، مش عارف. الواحد جاي يطمن عليها عشان يزود أكل، لقاها مش موجودة يعني. وفعلا انا مش مسامح اللي اخدها. القطط طبعا اكيد يعني بقى لها اسبوع بتشوف اي اكل في الزباله، هو ما اداش الفرصه حتى للناس اللي هي تحط اكل. يعني طب احنا نحط اكل فين دلوقتي؟ تقعد بقى تنطر في الشارع كده وفي الارض، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. قلبي برحمتك الله في السلم والجهر والإصباح والغلس. ما تقلدت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين كسب ايه هو؟ معرفش كسب ايه اللي هو يشيل العمود، يعني حتى ولا منظره مشوه، منظره جمالي وموجود في مكان كويس مش بيعطل حد، حتى لم القطط بدل ما هي تقعد في الشارع. وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل موسي، فمن علي بذكر الصالح تجعل انا بجد زعلان جدا جدا، يعني مش مسامح اللي شاله لانه ضيع علينا ثواب وضيع على نفسه ثواب وضيع على القطط دي الاكل. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم